سي عبد العزيز مزوري، مرحبا بك. اليوم أصدر بيان عن حركة نداء تونس يقر بتجميد عضويتك في الحزب. قبل كل شيء، هل كنت تترقب قرار بهذه السرعة؟ والله أنا راهو شخصيا لم يبلغني أي إشعار بهذا القرار، راهو سمعت بهذا القرار عن طريق الصحافة وعن طريق الشبكات الاجتماعية، واستغربت كثير من هذا القرار وخاصة من سرعة هذا القرار. أنه أنا قبل أسبوعين تحدثت في الصحافة وقلت راهو لابد أصلاح في المسار الحزبي، باعتبار أنه يلزمنا نخرج من مرحلة التسيير الفردي والتسيير هكا الغامض إلى مرحلة مهيكلة للتسيير، فيها معناها مكتب سياسي وفيها هياكل وفيها نعمل مؤتمر، ومؤتمر شفاف ومؤتمر معناها نظيف، مش كما المؤتمرات اللي شاهدناها في بعض الأماكن مثل باريس. ولذلك تحدثت الحديث هذا ونهار الخميس هذا اللي فات ما مر عني إلا وأني جبات بمحاولة تعنيف من طرف حراس المقر الرسمي لنداء تونس بالبحيرة، ومعناها شيء مهول معناها وفي اتجاه واحد، والجهاد معناها حتى الاتجاه بتاع السب والشتم معناها يدل على الجهات على الأقل التي تنتمي إليها هذه المجموعة. ترى هذه ذكرت بالاسم اسم فوزي اللومي، يعني وقت يقولوا وقت اللي يبداو يسبوا فيك ويشكروا في فوز اللومي كذا معناها ظهر الاتجاه، يعني درا هو وراءهم او هو ليس وراءهم، هذا ما ماهوش، لكن فما اتجاه واضح. ولكن فوزي اللومي راه ماهوش وحده، فما عده اطراف، وخاطر هذه ماهيش الواقعه الوحيده، راهو اللي وقعت بالنسبة للتعنيف وقعت في باريس وفما شكاية كذا، وقعت في جهات أخرى في القروان في سليمان، فما الظاهرة هذه الجديدة اللي بدات المده هذه، ان كل انسان اللي ماهوش موافق ولا يحيد عن الخط السوي او عن الخط السائد او عن الخط الذي يعتبرونه سائدا او على خط رئيس الحزب يولي معناها عنده يمارس ضده بعض الضغوطات. تعتقد انه احنا طالبين منه، احنا كنا طالبين منه رئيس الحزب ان يكون على نفس المسافه من الجماعات، وهو بيد يقول راهو الحزب مكون من 4 أو 5 مجموعات معروفه وهو يذكر فيهم في كل خطاب ويقول هذه الـ5 مجموعات، كان المطلوب منه ان يكون في نفس المسافه لانه هذيك مهمته الاساسيه، بخلاف انه جمع الناس هذوما، بما انه جمع الناس هذوما يجب عليه ان يكون من نفس المسافه حتى يحافظ على هذه الوحده. هو تقريبا تحت تاثيرات او لانه عمل حساب او عنده حساب اخر او تخلى على الاستراتيجيه الاولى، توا ولا ظهر بشيئا فشيئا انه منحاز الى طرف معناها من الاطراف، وهو ربما لانه يعتبره انه الطرف القوي وانه الطرف اللي باش يوصل نداء تونس للسلطه، لكن هو توا في انحياز تام للطرف التجمعي. في اعتقادك الطرف هذا هو لافراد شخصيه محمد غرياني في الحزب كمستشار؟ هذاك كان المؤشر، كانت الاشاره وقت يدخل الامين العام للحزب، اخر امين عام للحزب للتجمع الديمقراطي، يدخل نداء تونس ودخل من الاول سامح تحت حسمس ثم ولا معناها بقوه، هذا كاشاره للناس الكل في جميع ارجاء الجمهوريه وفي الخارج ان وردوا توا ما عادش كانوا اللي مختفي مختفي واللي حاشم شويه حاشم، ولا قالوا لا توا احنا ولينا وربما دقت ساعه ان نستحوذوا على هذا الحزب، وهذا معناها بطبيعه الحال هي خيانة مؤتمن الاتفاق الأول اللي هو، وإحنا قابلين وكنا قابلين رأوا المخاطر هذه، ما كناش معناها من السذاجة بأن نعتبروا أنه لا من مش نجمه، قلنا مساج لأنه فما مصلحة وطنية، مساج نتحالفوا مع ناس اللي كانوا يضطهدوا فينا، البعض منهم كان يضطهد فينا، والبعض منهم وقت كانت يساريين في السجن كذا هما كانوا في السلطة أو مشاركين بشكل أو بآخر في السلطة، لكن قلنا مساج، وفما برشا ناس لامت علينا قالوا كيف تتحالفون مع جلاديكم؟ قلنا لهم لا، راهو احنا ما نخدموهاش هكا، ما نخدموهاش، ماناش قاعدين نخدموا فيها بالحقد وبالكراهيه وبالماضي، نحكموا نخدموا فيها بالمستقبل، ما دام الناس هذوما، ما دام البلاد هذه مهدده
ومدام فما تيار سلفي وتيار إسلامي والتيارات إسلامية تهدد في مكاسب البلاد الأساسية، من المفروض أن نتحالفوا مع بعضنا. وراه هذايا هوش بدعة في السياسة، راه في كل البلدان فما بعض المتناقضات تتحالف لإنقاذ البلاد من خطر أكبر من الخلافات اللي تشقهم. ولذلك احنا ما كانتش عندنا إشكالية، احنا كانت عندنا إشكالية مع التجمعين في أساليبهم للتسيير، في من عدم الديمقراطية عندهم، في هذا هو ما عندناش. ووقت توا المسألة هي مسألة معناها خيار مجتمعي، وخيار مجتمعي حاسم. إذا كان نخسر الانتخابات هذه وتاخو حركة النهضة والحركة السلفية والحركات التابعة السلطة لمدة 5 سنوات، هاك شفتوا في عامين ايش عملوا، معناها لمدة 5 سنوات وبشرعية أخرى وبشرعية أقوى، يمكن هو ربما المجتمع زاد ما يخليهمش يعملوا اللي يحبوا، لكن فما خطر واضح على. ولذلك هذا المنطلق نتاعنا ما يهمناش في الكارييريزم، أور ماك تعرف تشوف الحركات السياسية تجلب دائما وأبدا الناس اللي أصحاب المنافع فيسع تتمركز حول القيادة وتتمركز حول الرئيس وتتمركز حول القائد، باش معناها لإعادة إنتاج نفس الأساليب اللي هي أساليب وأودت ببرجيبة إلى ما آل إليه، وأودت إلى بن علي إلى ما آل إليه. هذه بدينا فيها من تو. فيما يخص دور نجل السيد باجي قائد السبسي، حافظ قائد السبسي، يعني هو داخل يعني في نفس الاعتبارات، يعني نفس طريقة التسيير. والله شوف، هو نجل سيد باجي قائد السبسي كما يقول سيد باجي قال هو عنده الحق يناضل كجميع الناس، هو صحيح هو عنده الحق، ولكن ولا منسق عام يعني بعد ذلك. اي لكن المشكل انه ماخذ مسؤوليات وعنده حاجتين ما مش باين. اولا عنده ناحيه رمزيه خايبه، لان احنا في بلاد معناها قاسينا سنوات طويله من العائلات، وكل ما هو عائلات معناها ما هوش باهي، ماذا بينا ودير هون. رجعنا حتى العائلات، حتى حركه ناض علي العريض وعامر العريض وهشام العريض الى اخره، مش باهي. هذه حكايه العائلات. وثانيا كما كنت نحكي لك قبيله، هالناس هالانتهازيين واصحاب اللي يستناو في الفرص للتسلق الى السلطه باش يدوروا به بطبيعه الحال بحكم علاقته مع والده وكذا. ولذلك كان من المفروض انه ما ياخذ حتى مسؤوليه، ما هو ما ياخذ حتى، هو خذ مسؤوليات جسام وما هوش قاعد حتى يخدم فيها، تو ينجم ياخذ مسؤوليه جسيمه ويقول راني بما اني انا ونجل باجي قايد السبسي يلزمني نكون محتاط. هو لا، ماهوش عاملها باحتياط، معناها يخدم فيها بقوه، معناها راني انا نقرر ونعمل واللي ذلك واللي يعجبو يعجبو، اللي ما يعجبوش ما يعجبوش، اللي ما يعجبوش ما يعجبوش. في الاخر بالنسبه ليك، بعد ما تعتبر انه السيد باجي قايد السبسي رفض التواصل معك شخصيا، نيدا تونس انتهى بالنسبه ليك؟ والله يشوف، هو سيد باجي قايد السبسي اولا هو كالعاب طردوه من الحزب، هو طردوه في وقت بورقيبة طردوه. والنجم يقولوا لسيد باجي قايد السبسي عمره ولا شارك في حزب ديمقراطي، هو كان حزب غير ديمقراطي طرده، وبعد ما طرد من حزب بورقيبة ما دخلش في حتى حزب ديمقراطي. ولذلك انا واحد من الناس في اعتقادي انه فالق در وفات العيشة، معناها من غير الممكن اني نواصل بالطريقة هذه الا اذا وقع داخل الحزب ما يدعو الى مراجعة اخرى، وانه تتحرك السواكن داخل الحزب. وربما فما برشا ناس اللي كانوا ساكتين وكانوا يقولوا معناه خايفين من تفكيك الحزب وخايفين من اضعافه، ربما يتحيروا ويفرضوا اما على القياده انها تغير السلوكيات نتاعها ويفرضوا مؤتمر حقيقي ويفرضوا قياده جديده. احنا رانا طالبين بالضبط كما اللي واقع في البلاد، نحبوا حكومه مستقله وكفئه وضئيلة العدد. معناها ما تنجمش تجي تسير حزب باجتماعات شهرية فيها 120 واحد، هذه يستحيل، هذا أكبر، هذا المكتب التنفيذي ما تجيش، ما فيش حتى سكرتارية باش ينسق العملين. ويلزم ثانيا تحترم كل الحساسيات، ورئيس خاطر هو حتى أنا في اعتقادي أنا باجي قايد السبسي يدخل في التاريخ أكثر، كان ينقذ البلاد ويعمل حزب قوي ويشارك في الحياة السياسية أكثر من أنه يولي رئيس جمهورية أو يولي وزير أول في حكومة أخرى، لأنه هذو ما كتشوف فيهم المناصب هذا، حتى المناصب هذا ما عادش عندهم قيمة كبيرة ياسر. لكن القيمة كبيرة ياسر وقت تخلق حركية اللي تقعد على
على أجيال. هذا هو اللي نحبه احنا نقنعه. فما ناس اللي يقولون في كلام آخر لأنهم من أصحاب المصالح، وأنا أعتبر أنه فما نوعين بين الناس اللي يعملوا في السياسة. فما ناس اللي تعمل السياسة من ناحية المصلحية، وفما ناس اللي تعمل السياسة من ناحية النضالية. أنا كان ما جاتش فما حركة النهضة، وما جاتش فما حركات إسلامية، وكان ما جاتش الوطن مهدد ونعتبره أنه يلزمنا راني حتى السياسة، لأنه السياسة تعب وجري وليت وكذا بدون فايدة، تشيح ريق. شكرا لك.